سيرتي الثانية الحسين ربيح وسلموا على ليسانس ديالهم وانت سلمتي لي ليسانس ديالنا وسلموا على الوليدات يبقى عندهم غنطلبوا من محمد كشران وغنطلبوا غنمشيو هاد المرة عند سيوس بجنابة وغنسلموا الشهادة الميلادية ديالهم السي حسين ربيح عبد بن حارق السي عثمان كذلك غادي نطلبوا كذلك بعد صورتي الثانيه من اللاعب حسن نيت علي نيت في العيد وغنطلبوا من السي سعيد رضوان مفاعل جمعه من مدينه تعتمرها غنسلموا هاد الحمد لله هاد اللاعبين يلعبوا مع الفريق والاب لله هم الاباء تجيبوا وليداتهم يلعبوا لان صور تذكاريه وغنمشيو مباشره وغنطلبوا من محمود مدينه الصحيره تتفاعل معنا محمود ما نعيط على معاك المعتصم لان هذه المبادره من اجل تكريم هؤلاء قدماء اللاعبين ديالنا سي نور اللي تهلي تفضل معنا وعندك من الناس 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 المعتصم ما بغينا نتحدى ولا ريسون الحمد لله كانت شعبات على مرضي اذا الناس المعتصم لان شعبات على الجنباء اللاعبين تمارا صور تذكاريه سي اسامه اذا الشهاده زائد ميداليه تشجيع الشباب على خروج ميدان التحكيم وغادي نطلبوا مباشره من السي علي بوعدات يتفضل معنا السي علي بوعدات الحكم الاخر يسلم الشهاده تكريم لهؤلاء الشباب صور تذكاريه محسن عن فريق الجيش الملكي احد الشغوفين فريق الجيش الملكي وهو من ليزيتاز ديال لافا يسلم للحكم هذا حسين ربيح اذا غنطلب من العنصر اللي سمح حاضر معنا ناديه محيدات الفاعله الجمعيه اللي غتسلم هذه الشهاده للجنه التنميه على المجهودات اللي بداتها هذا العنصر اللي سمح معنا كذلك الى تصفيقات على محيدات مباشره بعد صور تذكاريه غادي ندوزو وغادي نلاحظو السي محسن بن غادي يتفضل معنا وغادي ياسين الوردي هداف دوري بستة أهداف ياسين الوردي
المدن إذن أنتبهوا كذلك أمسي أنتبهوا أمسي سامي فكري يسوي ميكس تبهوا سي سامي كأس قال هداش إذن سامي فكري تفضل الصورة الجماعية معاه. إذن خالد السعدي والسي حسن الصافي مع حمزة، حمزة من أبناء مدينة الصباح والحمد لله رب سمع على بطولة رائعة. غادي نمشيو لأحسن لاعب وغادي نستدعي كاملين اللاعب اللي تم الاختيار ديالو نعمان وجيان. مباشرة غادي نمشيو للاعب المثالي اللي هو لاعب مثالي من ناحية الأخلاق وكذلك من ناحية أنه كان يتقبل الجميع والمسايرة ديال الدوري إذا اللاعب سفيان الوردي. غادي نمشيو للفريق اللي يحتل المرتبة الثانية، فريق اللي ما سعفوش الحظ أنه يفوز بالذهب كما قال السي نور الدين، وغادي نمشيو للفريق عندنا واحد الجائزة هي جائزة استثنائية ديال واحد اللاعب اللي حاضر ودرنا واحد الجائزة رمزية نشجعوه باش انه يبقى يبهل بورا بزاف وغادي نستدعيو إذا خالد الخضر فلان خالد الخضر خالد الخضر كان تيحضر من في الملعب كان ترش الملعب هذا الأب سي بوحيد الأب ديال أمين السلاوي رحمه الله وهذه الجائزة اللي تفرع بها عبارة عن بيدار القميص الرياضي إذا شكرا سي بوحيد على هذه المساهمة ديالك إذا تفرع تهرى هذا نجي مباشرة الفريق اللي احتل المرتبة الثانية إذا المرتبة الثانية كانت من نصيب فريق أرسنال السباح تمام براحل الرياضية ثلاث شعبات كانت حريفة هذا الكلام من الإخوان سي إلياس تفضل عندهم سهلة إذا هذا الكلام سي إراقي سي خالد
باش يسلموا بالميدال وياخذوا معهم صور تكتاريه. اذا فريق ارسنال الصباح يعني ثلاث شهور رمضان إذن أمسية رائعة، أمسية رياضية بامتياز. شكرا لمجموعة الطفل اللي حضر معنا واللي أسست معنا الفضاء. إذن لاعبين تفضلوا تاخذوا الميداليه ديالكم، احتفلوا في المرتبة الثانية، برافو عليكم. الروح الرياضية حاضرة، سي نعمان تفضل على أحسن لاعب، كنتم في المستوى، سي حمزة أحسن حارس، ثم المستقبل. إذا صورة تذكارية. هنا نعمان جمع هنا. إذا نعمان أحسن لاعب غياخذ صورة تذكارية. غادي نطلب من السي الكرتيني تفضل معنا على هذه الوليدات يكرمهم وتسلموا الكاس وعاودوا الفريق ديالكم. صوره تذكاريه، غادي نطلبوا من اللاعبين انهم يجيو عند الناس يعطيهم الميداي، خذوا معهم صوره تذكاريه. شوف شباب هنا وغادي وحده طايحه وحده واقفه. يلاه اذا صوره تذكاريه لفريق ارسنال السباح. اذا صوره تذكاريه مع الفاعلين الجمعويين من جماعه تمارا اللي حاضرين معنا، سي رقيس ابراهيمي وكذلك السي خالد الرجمي، فهنيئا بهذا العرس. مباشره بعد الصور التذكاريه نمر مباشره يا خالد. إذا صور تذكارية هذه الخميس راه نوقع فيه الحضور الكريم. شكرا لكلهم جاو وقعوا معنا، شكرا لكم سي بوعبيد. إذا صور تذكارية غادي ندوزو